السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا راغب آمن من The Professional Security، حلقة جديدة إن شاء الله من تقديم راغب آمن ومن إعداد الأخ روكي ويف، حيث سنتطرق إلى موضوع كيف تقوم بالكشف عن كود بوك لبطاقات أو البطاقات الهاتفية القديمة، أقول القديمة وليست الجديدة. إذا كانت بطاقتك قديمة فهذه الحلقة يمكن أن تكون ذات منفعة بالنسبة إليك. الموضوع فقط يهم للأسف المغاربة، فقط بالنسبة لمستخدمي اتصالات المغرب إنوي ميديتل، حيث يمكنك فقط إذا ما كنت تتوفر على رقم البطاقة السيريال الخاص بالبطاقة في حالة اتصالات المغرب، وفي حالة ميديتال في حالة فقط أن تتوفر على رقم هاتف البطاقة، يمكن أن تقوم باسترجاع يعني الكود بوك الخاص بالبطاقة القديمة، ليست البطاقات الجديدة. أعد أكررها حتى لا يرسلني بعض الأعضاء حول البطاقات الجديدة. بالنسبة للبطاقة ميديتال ليس هناك مشكلة، تضع رقم الهاتف في حالة إذا ما كشفت أو تم إعطاك الكود بوك، ف يعني الأمر منتهي هنا. أما بالنسبة للإخوان ذوي اتصالات المغرب فالمشكلة التي تطرح هنا كيفية استخراج الكود سيريال الخاص بالبطاقة. فبالنسبة للبطاقة القديمة يرجى مراجعة ظهر البطاقة، ستجد كود معين، هذا هو الكود الخاص بالسيريال، عبارة عن 10 أرقام، يجب أن تجد 10 أرقام. في حالة أو في حالة العكس يمكن أن إذا كنت تتوفر على هاتف، ففي بعض الهواتف تعطيك الكود EMSE. فكيف الكشف على الكود EMSE؟ فقط تضع نجمة دياز 06 دياز، نجمة دياز 06 دياز، ثم سيظهر لك الكود في يعني سيظهر لك الكود في الهاتف، ثم تقوم فقط بنسخ ذلك الكود في المربع الذي سنقوم المربع الموقع الذي سنقوم بشرحه، وهو كود موبي. كود موبي والذي يوفر لك أو هي عبارة عن قاعدة بيانات ضخمة لعدة شركات لشركات الاتصالات المغربية، وهي تتوفر فقط على الأرقام القديمة. إذا لم أطل عليكم، نمر مباشرة إلى شرح كيفية التعامل مع الموقع، ابقوا معي. إذن كما سبق لي وأشرت في التقديم، الموقع هو موقع codemobi.com. لكي نقوم بالكشف عن الكود بوك ننزل إلى الأسفل ثم ندخل مباشرة. إذن لدي عدة خيارات، لدي ماروك تيليكوم، ميديتيل، إنوي. إذن بالنسبة لاتصالات أو نبدأ أولا بميديتيل، فبالنسبة لميديتيل يمكن فقط أن تتوفر على رقم الهاتف الخاص بإنوي. إذن بعد النقر على ميديتيل نذهب مباشرة إلى récupérer le code book d'origine de votre carte SIM de ميديتيل. بعد ذلك نذهب إلى الأسفل، سنجد مكان لإدخال رقم الهاتف. بطبيعة الحال لديك خيار، إما أن تدخل كود ريفرنس خاص بالغافيرونس للبطاقة، ويمكنك كذلك أن تقوم بإدخال رقم الهاتف. إذن سأقوم بإدخال رقم هاتف الأخ روكي كما رسلني إياه. إذن هذا هو الكود، أقوم مباشرة بالنقر على غشخش. طبيعة الحال كما تلاحظ لو كود بوك دو فوتر كارت سيم اي اي فوالا. إذن هذا هو الكود. نذهب مباشرة أو نشرح الآن على اتصالات المغرب. طبيعة الحال اتصالات المغرب فقط كما قلت الكود EMCE يمكن أن تقوم بالكشف عنه إما في البطاقة، أو يمكن كذلك أن تقوم بالكشف عنه عن طريق يعني نجمة دياز 06 دياز، ثم تقوم بإدخال الكود في هذا المربع. فيما يخص بطاقة إنوي يمكنك فقط الاتصال بالرقم 220 ثم تخبرهم بأنك قد فقدت كود بوك الخاص بك، سيسألونك بعض المعلومات فقط للتأكد من أنك المالك مالك البطاقة. فيما إذا اتضح لهم بأنك بالفعل مالك البطاقة سيتم مراسلتك ببطاقتك أو عفوا بالكود كود البوك. إذن أشرفت على نهاية هذه الحلقة، كنت سعيد جدا بها، أستضيفكم، أشكركم على المتابعة، وأشكر خصوصا الأخ روكي ويفي على مراسلة لنا بهذه الحلقة الجميلة جدا. يمكنكم دائما متابعة محترفي الحماية على موقعنا الرسمي www.ishlipro.com، والذي يضم أكثر من 400 حلقة وكذلك أكثر من 500 فيديو في عدة مجالات تهم الإعلاميات والإلكترونيات.
كما يمكنكم متابعتنا على صفحتنا على الفيسبوك www.facebook.com/ishiri.professional والتي تضم أزيد من 71 ألف متابع من جميع ربوع الوطن العربي. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.